مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع. اليوم صورت لكم مشروع المحطة الطرقية الجديدة اللي كتواجد بالعاصمة الرباط عند مدخل مدينة الرباط من جهة تمارة على بعد بضعة أمتار عن المركب مولاي عبد الله. بداية المشروع كانت سنة 2018، أما المساحة فهي 8 هكتار. طاقة استيعابية ديال هذا المشروع فهي 46 حافلة. هذا المشروع ديال المحطة الطرقية غادي يتوفر على باركين ومطاعم ومرافق أخرى. أما الميزانية التي خصصت لهذا المشروع فهي 160 مليون درهم. المدة ديال الإنجاز ديال هذا المشروع وهي 3 ديال السنوات. هذا المشروع اللي كيتم الإنجاز ديالو غادي يتوفر على تجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات. وجاء هذا المشروع الذي أطلقه جلالة الملك ضمن برنامج الرباط مدينة الأنوار. زال غادي نصور مشاريع أخرى الحالية بالعاصمة الرباط. وفي الأخير ما تنسوش ديروا جيم للفيديو والملاحظة على الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.